وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم بيبرس. كريم، يعني بعد التحية ضعنا في تفاصيل أكثر عن آخر استعدادات مؤتمر كوب 27 قبيل إسعاد من انطلاق المؤتمر. نعم، بالفعل ساعات وينطلق هذا المؤتمر الأهم في هذه الأيام الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ. في حقيقة الأمر، اللمسات الأخيرة وضعت بالفعل داخل المناطق التي سيعقد فيها الورش الرئيسية وأيضا الورش الهامشية في على هامش مؤتمر الأطراف للتحديات المناخية كوب 27. يعني هنا في المنطقة الزرقاء حيث أتواجد أنا الآن، تم تقسيم هذه المنطقة وهي قاعة المؤتمرات إلى عدة أقسام خاصة بالورش التي سيتم عقدها داخل المؤتمر، بجانب بالطبع القاعة الرئيسية التي سيعقد فيها الورش الرئيسية بالطبع. و صباح اليوم سيكون هناك هذه الجلسة الإجرائية الافتتاحية التي سيتم تسليم فيها رئاسة مؤتمر المناخ من كوب 26 لكوب 27. هذه الجلسة الإجرائية ستبدأ في 10 من صباح الغد بإذن الله. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، هذه الاستعدادات التي انتهت بالفعل يعني لا تقتصر فقط على المنطقة الزرقاء حيث أتواجد أنا الآن، ولكن أيضا المنطقة الخضراء خارج قاعة المؤتمرات، حيث هذه الشركات والتي ستعرض أفكارها وأيضا ستعرض الخطط التي ستنفذها في المستقبل لتنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة. هذا المكان جاهز بالفعل وستبدأ فيه الفعاليات في 8 نوفمبر، ولكن هذا المكان صديق بالكامل يعني للبيئة. كل المقتنيات داخل المنطقة الخضراء صديقة للبيئة، حتى وسائل التنقل داخل المنطقة الخضراء يعني التي تكون على مساحة 11,000 متر مربع، هذه الوسائل داخل هذه المنطقة أيضا صديقة للبيئة، إما عن طريق السكوت الكهربائي أو حتى الدراجة داخل هذه المنطقة. لذلك يعني نظرة عامة عن اللوجستيات الخاصة خارج المؤتمر من وسائل انتقال صديقة للبيئة تنقل الوفود التي استمرت منذ صباح اليوم وما زالت بالفعل مستمرة حتى صباح الغد وبدء التسجيل الخاص بمؤتمر الأطراف أو كوب 27 هنا في مدينة شرم الشيخ. حدثني عن التجهيزات التي جعلت من شرم الشيخ بأكملها مدينة صديقة للبيئة أيضا. إذا تحدثنا عن هذه التجهيزات خارج قاعة المؤتمرات فهي تجهيزات عدة في مجالات مختلفة، بداية من الزراعة داخل مدينة شرم الشيخ حيث تحولت لمدينة خضراء، زراعة الأشجار وزراعة النخيل على يعني مدار طرق شرم الشيخ وتحديدا طريق السلام مسافة 6 كيلومترات تقريبا تم زراعتها بالكامل على جانب الطريق بالنخيل والزراعات المختلفة. وأيضا هناك الجزء الصحي وهو تحويل المستشفيات داخل مدينة شرم الشيخ لمستشفيات صديقة للبيئة، ومنها مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي تحول لمستشفى صديق للبيئة، وعن طريق استخدام المستلزمات الطبية وغير الطبية لتكون من السهل إعادة تدوير هذه المستلزمات، وأيضا استخدام الروبوتات الحديثة في التعامل مع الحالات داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي. ولكن أيضا وسائل النقل كما ذكرت داخل مدينة شرم الشيخ منذ الوصول للمستشفى مطار شرم الشيخ الدولي والانتقال داخل مدينة شرم الشيخ هي وسائل صديقة للبيئة تعمل إما بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ويتم نقل الوفود بالمجان لأماكن التسكين أو حتى أماكن عقد المؤتمرات في مواعيد محددة للوصول بالطبع لأماكن كما ذكرنا عقد المؤتمر أو عقد الجلسات المختلفة. وكل هذه الوسائل هي بالطبع صديقة للبيئة، وحتى الإضاءة والإنارات الخاصة بشوارع شرم الشيخ أيضا تعمل بالطاقة الشمسية وهي أيضا طاقة صديقة للبيئة. نعم، كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك.